السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال خويا لاباس؟ صحة لاباس، الله يكبر بيك. بسم الله ما شاء الله تعالى. الحكاية شنو جاي؟ المشكل ديال العكوسات بزاف، وأخيرا دابا في الصلاة إلا سمعت القرآن ولا الرقية هادو كيبداو يتعوجوا لي بوحدهم. الشمال اليمين الشمال أثناء الصلاة فقط، في الصلاة وفي شي مرات بحال مني كنكون صايق بحال شي مسافة طويلة وبقى نفكر بلا عندي شي حاجة فيها، يبدا الصبع يتهز بوحدو. شنو كدير انت؟ كنقرا. وهاد الأعراض إمتى بداتك تقريبا؟ بداتني هادي شي عامين ثلاث سنين هكاك، باش عاد لاحظتهم. وصحتك مزيان؟ الحمد لله. النعاس مزيان؟ شوية كيجيني صعيب باش نجيب النعاس. كتحلم بالليل؟ لا. علاقتك بوالديك مزيان؟ الوالدة ما كنتفهموش انا وياها بزاف، ديما هذا باغي بيض وهي كحل. والام تاعك ما مريضاش؟ ما كطيحش؟ لا لا. عندك خوتك؟ عندي ثلاثة خوتي بنات. عاديين؟ الحمد لله عاديين. ما كتحسش بشي حاجة كتحرك فيك في الجسم ديالك نهائيا؟ هاد اليد نقدر شي مرات إلا ركزت في الصلاة انا باغي نتخشع تقدر ترجع لي اللور. وخصوصا ملي كنجي نتحي بحال دابا تقدر هي تعوج ترجع لي اللور. ليمن اليسريه؟ اليسر. اليسر اليسر. وعكوسات شحال ديال الوقت باش بدات هاد القضيه هادي تقريبا؟ هادي شنو كان وقع لي، كانت الوالده داتني عند واحد الراقي. ايوا مزيان. ومن تماك الرقيه ديالو كانت مجهده بزاف. مزيان. بدات كتحرك اليد شويه، ومن بعد بحال وعيت بلا كاين شي حاجه مشيه هذيك فيا، غير نفكر فيها يقدروا يبقاو يتحركوا لي الصبعان. ومن بعد جربت كنسمع الرقيه بداو يتحركوا بوحدهم، وفي الصلاه فوق ما بغيت نتخشع ونتركز فيها بحال يد كتبغي تهرب. هادي نكون ساجد وكتكحزها بوحدها. عندك حتى مشكل بحال في حياتك مثلا؟ العكوسات في شي حوايج بساط، انا نقدر نقول لك كتشري شي حاجه صغيره خصك تمشي ترجع تشوفها المره الاولى والثانيه يبقى لك فيها مشكل. يعني انت هادشي كتلاحظو دائما؟ تعطيل اللي ما عندك في شي حوايج. دابا حتى الوالد لاحظها، الوالد ما كيامنش بزاف بهذا الشيء ديالو، ولا كيلاحظ فيك انت ان انت قال لي خاصك دير شي حوايج اللي طريقهم باينه كديرهم عاديين كيخرجوا لي شي حوايج منهم بزاف، بحال شي حاجات خص ديرهم في خطوه وحده كنعاودها 10 د المرات باش يلاه تيسر باش عاد تصدق. وكتاخذ لي وقتي ومجهدي والنفسيه ديال واضحه. دابا هو الاشكال اللي انت باين ليك هو التعطيل. تعطل وفيها شي حاجه مشي هادي كنحس. كذاك مزيان. شنو كتحس؟ تشويش. كنقول باش نوصف صعيب. سير بشوي خذ راحتك. بحال اش مثلا؟ تشويش في دماغي شي حاجه عاود بسيطه بحال الطريق خصني ناخذها، يبقاو يبانوا لي 10 الافكار 10 الطرقان اخرين، كتاخذ لي مجهدي من وقتي. فهمتك اخويا. شي اختيارات سهله مثلا اش غتاكل دابا؟ نبقى نقدر ندوز فيها نص ساعه ساعه كنفكر. ثلاث درجه ماشي دغيا نص ساعه. نص ساعه باش من بلاصه نمشي. وكندير نشرح بحال الحوايج بساط ديال الحياه اللي خصني نديرهم وتخطاهم شي حوايج مهمين كياخذوا لي مجهدي ووقتي. شحال السن ديالك؟ عندي 26. ما شاء الله. واش شحال ديال الوقت تقول عندك هادشي ديال الافكار والوسواس حركه الليل؟ شي 3 سنين هكاك باش بداني بزاف بديت كنحس به من ديما. يمكن عادي حيت ما يمكنش اي حاجه ديرها تصدق لك، كنت كنلاحظ ولكن سمح لي ماشي مشكل، ولكن في هذه الفتره الاخرى بزاف ضعف النظر. عندك مقديم مصر؟ نقدر نخرج ناخذ شي قرعه الماء هاك. بسم الله. راسك راسك من 2012. 2012 بدا كنشوف كيف قبل. سبحان الله. شنو كتحس؟ شنو كتحس مالك؟ ما كنتش كنسعل كاع. ماشي كتسعل، راك دمعتي. بحال تخنقت. 2012 بديت كندير نضرب. 2012
شنو ما كتحس بوالو في التنميل في جسمك، شي جهه كتحرك في رجليك، في والو ما هادين غير يدك. في الرقيه اللي كنت درت رجلي تحركات، دابا هادشي اللي وقع لك، يدك تحركات ورجليك. واليد نقد نكون مسافر ونطلق القران، شي رقيه اللي رقيه عاديه ما كديرش وحده بالصوت مجهد كيغوت وكذا، اليد كتبقى تتحرك بوحدها. فهمت. لا كانت الرقيه قويه بالصوت عالي، أما فيها الصراخ والقوه. اما اذا كان شي قران عادي ما عادي. لاحظ والو. فهمت. فهمت، واضحه. الام تاعك ما عمرك ريحتي تصنتي تا هي الرقيه؟ انا وياها في نفس الوقت. لا كتصنتي الرقيه بزاف، الضغط تلقاها 24 ساعه ما شاء الله. مزيان. وما كتحس بوالو؟ كتقلقني، ما كنبغيش نبقى شي. انت امك، ام ديالك، مش من ناحيه الرقيه اللي كتسمع ليها، كتفهم كل رقيه؟ الوالده ديما ترقى الرقيه، ملي كتسمع وتحس بوالو؟ ما كنظنش، ما كنظنش. ما سولتيهاش؟ خاصك تسولها. ما كاينش يوقع لك شي حاجه غريبه في صغرك مثلا؟ كانت عندي قصة مع واحد البنت، ويمكن بالي يمكن قد يكون انتقام. علاش مثلا؟ كنت معاها ودوز واحد المدة ومن بعد صافي خديت طريق اخرى انا. فهمتك، قصدتي يعني شي حاجة كنت انت توقعت مثلا غريبة في الجسم ديالك، شي حاجة وقعت لك، شي قصة في صغرك، ما عمرك تعطي شي حديث مثلا، شي اكسيدو مثلا، شي موقف غريب في الدراسة ديالك، في الطفولة ديالك؟ شي دويدة ديما كتقول لك خاصك تكتبهم، إلا عاودت لك شحال من موقف غريب، شي حوايج باين خصهم يدوزو بحال هكا. احكي لي. ما كتنسى؟ علاه على بالي هما بزاف ونسيتيهم. بزاف. إيوا هذا مهم، علاش سولتك هذا السؤال؟ إذا يكونوا هما إلا حكيتيهم يكون المفتاح مشيو بإذن الله مباشرة. نقدر نركز دابا، ندير واحد الساعة بحال دابا نجلس في الدار نركز ونكتبهم كاملين ونجيبهم شي مرة. أفضل. سمي قلل النقطة صافي، يعتمد إن شاء الله تعالى. لا غتكا، غتكا هنايا إن شاء الله. يا ربي يا ربي. رجع رجع اللور شوية، رجع اللور 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 اللور. يا ربي. يلا رفع التوحيد، شوف هكذا، شوف هكذا صافي هكذا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم من الانس والجن الى يوم الدين. لقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن لا زال على سيرهم اسلافهم إلى يوم هذا وإلى يوم الدين، يسيرون إلى الله جل وعلا كل يوم سيرا بعبادة الله الواحد الأحد، يتقربون إلى الله بما أحبه سبحانه جل في علاه وافترضه وأنزله وبينه في محكم كتابه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لقد جلاهم الله في الشمال. السر لا يكمن في قوة الإلقاء، إنما في الإصابة. ينتفضون، وهذه الملاحظة الآن جلية ظاهرة. حباهم الله بالسماء فهم الآن يحركون الشمال. الجن خلق الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن سار على سير عظيم، محب لله سبحانه وتعالى، مقبل على خير وبر طاعة للمولى عز وجل، وهم الآن في صراع بفضل الله جل وعلا في الشمال. هم الآن يشيرون بفضل الله تعالى إلى الله، ويشيرون بفضل الله بإشارات يريدون أن يجلون بها عبارات ودلالات بفضل الله تعالى. أي نعم، قوة
شديدة وقوة في توحيد الله جل وعلا، كأنهم يريدون أن يدلون على سر عظيم يخرجوه بإشارات وبعبارات، ويشيرون إلى ذاته. هم يتكلمون الآن كلاما بالحركات بالإشارات، وهي كلمات لها دلالات قبل أن ينطقوا بالعبارات والجمل والاعترافات. إن في هذا الجسم سر من أسرار تحيط به وتحيط بمن فيه بداخله، سيجليها الله جل وعلا. نعم، أسمعكم الله سبحانه وتعالى، فأحمده حمدا كبيرا. سمع الله لمن حمده، فنحمد الله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. معشر الجن، نتشرف وتقر أعيننا ونفوسنا وصدورنا وأرواحنا وأبناء أثرى من أسلموا لله تعالى من جميع يوم القيامة. يوم القيامة نسأل الله لا يحرمنا وجوه من أسلموا من الجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن نلقاهم وأن نراهم وأن نجالسهم بإذن الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم إخواننا على صلح المتقابلين على الأرائك ينظرون. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بإخواننا من الجن الذين أسلموا لله في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوان على صلح المتقابلين. صلى الله تعالى يجمعنا بإخواننا من الجن من أسلموا لله فكانوا عبادا مساكا، كانوا مرابطين ومجاهدين، كانوا فقهاء وعلماء، وكانوا أطباء، وكانوا فصحاء وبلغاء، كانوا من حفظ كتاب الله، وكانوا من يذكرون الله، كانوا من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى في هذا المجلس الطيب المبارك أن وفقنا الله فندخل الجنة، جنة 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 عدن وجنة النعيم والفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب، فنلقى بفضل الله من أسلم من جن، من استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، من جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، من خرج إليهم في ليلة الجن فأسلموا أسلموا بين يديه وآمنوا به، نلقاهم ونراهم قاعدة، نلقاهم ونراهم بإذن الله جل وعلا. صلى الله تعالى، صلى الله تعالى، صلى الله تعالى، صلى الله تعالى، صلى الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل من في البدن رحمة لا عذاب وخير لا شر. أسأل الله تعالى أن يكون ممن وفقهم الله لقتال الأشرار الأبرار، لقتال الأشرار الأخيار. أسأل الله تعالى أن يجعلهم سيفا مسلولا رقاب الكافرين والفجرات والظالمين والحاسدين والسحرة. أسأل الله تعالى أن يجعل بين أيديكم وفي أيديكم سيوفا عليها الضياء والنور، عليها بفضل الله جل وعلا البهجة والسرور لكل قلب واحد مؤمن، تقتلون بها كافرة فاجرة كفارة مكابرة معاندة ظالمة فاسقة فاجرة مقاتلة محاربة. صلى الله تعالى أن تكونوا ممن قال الله فيهم وفي حقهم ولا يخشون أحدا إلا الله. الحمد لله أن الجن هم خلق الله وليسوا خلقا لغير الله، فالخلق خلق الله سبحانه، أمرهم بما أمر به رسله وملائكته، فالجن أودع الله بهم سر الله، وأودع الله بداخلهم فطرته، هذا أودع الله بداخلهم عقلا وفهما وعلما، أودع الله بداخلهم إقبالا وبهجة، أودع الله بداخلهم نضجا وفكرا، أودع الله بداخلهم حسا وإحساسا، فبه بفضل الله تعالى يطيرون إلى بن وخير. ولقد علمت الجن لها أداء من ماسونية الظالمة الصهيونية العالمية من يهودية المغتصبة بالعفة والدين والحرية والخير والبر والمال والسعادة والدين والراحة. إن الماسونية لها سر عظيم على الجن والشيطان.
الشياطين على رقابها على رقابها وعلى قولها وعلى عملها وعلى يدها وعلى قلبها وعلى روحها وعلى دمها، لكن لا تنفك هذه القيود إلا بإسلام وقيم والتزام وتقوى وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فيجعل الله تعالى في يده قبضة وقوة لكن بحق وبخير ولنور. أقولها لمن سكن الشمال أبانس وشياطين وفجرها، أقولها لمن سكن الشمال شياطين 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 وغلوك 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 وأبانس وأبانس، أقولها لمن جل القوة 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 في الشمال على قلبه وعلى يده وعلى ذراعه، على جاء أسلم لله أحب الله وحب الله ذكر الله جل وعلا، لمن جاء ظلما وانتقاما ما سوري بقوة ما سوري بقوة ما سوري بقوة على سيف ورمح ولبان وقتال وسكك وقعن وقتل وموت عليه على أمه على إخوته على أخواته على بيته على سعادته على حياته على موته على عمله على فكره على علمه على جماله على زواله، إلى من جاء إليه غصبا وقوة وقهرا وذلة قوة قوة لتعطين كل شيء في شماله على قلبه على ذراعه على عرضه على كفيه على يده على قلبه على خده على عرضه على عقله على بصره، إلى من جاء قوة على جن فيه أسلم لله فيه أسلم فيه فيه لله فيه على ما أسلم لله 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 جاء 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 وحدة الله جاء 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 آمنت بالله وجن وشياطين ما سون أراضوا الكفر الكفر في قلبه والفحش في عرضه وازدراء الضلال في بصره وأراضوا التعطيل في فكره وعقله والجفاء في قلبه في بره في أمه أراضوا الجفاء وقمع صديقه وخواته وبيته وعمله وماله شياطين تضرب في يد بالقوة قاتلها الله بقوة قاتلها الله شياطين وأبارسة شياطين وأبارسة في الشمال 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 ناسون في الشمال ضد حصونها بسم الله ناسون ضد حصونها بسم الله ناسون ضد حصونها بسم الله شياطين بالمغوص على أمه 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 في عمله 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 في عمله
بسحر الانتقام
التعطيل في الفرح حينما أقول هذا، أقول لهذا الذلة وهذا السؤال
الأول الذي ثابه قبل ثواني هو الذي كان حينما كان جالس أمامي، فهناك اشتراك حينما جئت للأب والأم. البر، السعادة، المحبة، المودة، القلب، الصدر، الأنفاس، الأنفاس، الأغلال التي على الرقاب، الأقفال التي على الرقاب، العقد التي على الرقاب، الأسحار التي على الرقاب، الخيوط التي على الرقاب، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت القلوب الحناجر، فاسمعها، وبلغت القلوب الحناجر. يا شيطان، يا شيطان، يا ملك ملوك الجان، يا ملك بملكة الجان، يا ملك، 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 يا ملك. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك. الآن منذ بدأنا، ما الملاحظة مهمة في الرقية؟ كان التأثير على الشق الشمال، الآن حينما جئنا للملك أصبح حتى في اليمين التي كانت تعيد قبضها، كان يقول الآن لم يعد يكفيني الشمال، فلا بد أن أخذ القوة من كل أطراف الجسد حتى أختبئ وأختفي. أصبحت الآلام الآن والهزة والقبضة في اليمين وفي الشمال الآن، لأن الخطاب أصبح للملك الكبير يقول لمن أسلم أو لم يسلم الكلي، فلا يمكن الآن أن أصبح وحدي في الميدان، الكل الآن يواجه النزال. قل اللهم الآن حتى في اليمين يرفعون القوة، ما صعدوا في اليمين منذ بدأنا، وهذه إضافة الآن قوية. الآن الحرب على أشدها داخل البدن على كل الجبهات، ففقه منذ بدأنا والحرب في الشمال. حينما واجهنا الملك الآن، الحرب الآن أصبحت في اليمين في الشمال بعدما أعطى الإشارة، الآن أصبح الآن يأخذ القوة من كل جسد. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اسمع أيها الملك، سلطوك على هذا الشاب، صح ام لا؟ قال لي نعم، ارسلوني وسلطوني عليه، عذبته، أعطه الذلة في كل شيء، صح؟ صح؟ قال نعم، عطلت عليه كل شيء، صح؟ تبلغ العداوة حتى مع والديه، صح أم لا؟ العداوة مع إخوته، صح أم لا؟ العلو مع ذاته ونفسه، التعطيل في خطبته وزواجه وعمله وماله، صح أم لا؟ التعذيب في كل من يحب وكل من يحبه. اسمعوا على قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور سكنته للذلة بل الكبير أسكنوك للذلة شيطان كبير قال نعم أسكنوك للذلة ملك كبير ملك المسؤولية كبير ملك اليهودية كبير ملك المسؤولية كبير ملك المسؤولية كبير ملك للمسؤولية كبير عذب الإنس والجان استحوذ على الإنس والجان قيد الجان سحر الإنس رمض الجان عذب الإنس قاتل الجان ظالم كبير شيطان كبير أسلم لله في العقل كبير أسلم لله في الصدر كبير أسلم لله في القدر كبير أسلم لله في الدماء كبير أسلم لله وكفى الله المؤمنين القتال قال لنا نحن أقوياء للذلة وكفى الله المؤمنين القتال وق-
تحقق وكفى الله المؤمنين القتال. فئة المسلمة تنصر دين الله تنصر بإذن الله. فئة المسلمة تسالم لله تنصر بإذن الله. فئة مسلمة في البدن في البدن في البدن جلاها الله. فئة مسلمة مسلمة في البدن جلاها الله. فيا مسلم في البلد جلاه الله. فيا مسلم في البلد جلاه الله. فيا مسلم 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 في التوحيد جلاه الله. في الإيمان جلاه الله. في السبب جلاه الله. في الإيمان جلاه الله. وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله ولذكر الله ولذكر الله ولذكر الله ولذكر الله أكبر ولذكر الله ولذكر الله ولذكر الله أكبر ولذكر الله 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 أكبر ولذكر الله ولذكر الله ولذكر الله ولذكر الله ولذكر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن احكي لي بتفصيل شنو وقع عليك. من البداية من اللي تمددتي إلى الآن حتى فقتي شنو وقع عليك احكي لي بتفصيل. تمددتي رفعتي التوحيد احكي لي. صار من بعد مابقاش كنتحكم في يدي اليسرى. طيب البداية اليد اليسرى اليسرى شنو كيوقع لك فيها؟ حركة لا إرادية. طيب بحال هاد الحركات يمكن دابا شوية أكثر ولكن بحالهم كيجوني في الصلاة بحالهم بالضبط. حركة لا إرادية شنو هاد الحركة لا إرادية وريها ليا نقول لك شنو هي. هكذا هكذا هاد الصغير كيطلع ليها هاد الذلة هاد القوة هاد الذلة ثم هادي كترفع هادي باش نشرح لك شنو عندك لأن جاوبني بالراس عقلتي. شتي بحال الدمع مزيان اسمعني. الدمع اللي من قلت جند الله خير الله والاسلام كيف انا شرحك شنو عندك بالضبط اسمعني مزيان. غنجاوبك على الامور اللي واضحه والامور اللي في الشك مكش داهيه مزيان. انت عندك ملك شيطان ملك وعنده جنود عندك عامل سحر لك انت او مشترك مع العائله هذا غنعرفوه هو اللي قلت لك كيشوفوا ما نعرفوهاش من بعد. لكن اللي عندك انت الان عندك ملك من الجنود وجاء للذله. الذله هي التعطيل في كل شيء معذب في حياتي فهمت. انت باش غتبان مساله الجنود انت قلتي على انك دائما كتاثر في الشق الشمال في الجهه اليسرى مزيان. هادشي اللي شلنا شلناك انك انت ملي بديت الموعظه على الاسلاف الجن وكذا بدا كيتاثر اليد. هاد التأثر ديال اليد يحتمل أن خاطبنا فئة مسلمة وكافرة في نفس الوقت ولكن رسمنا واحد الطريق باش ندخلو. فملي بدينا ندخلو الشياطين بدا كينتفض. دخلنا الماسونية وكذا بدا كينتفض فأعطاني القوة شوية. أعطاني الملك مع الجنود شوية كيعطيني الذلة أن هاد الدري يبقى ذليل ما كاينش يقول لي إسلام ولا كذا حنا. ثم الحركة بدات كتمشي في الرجلين يعني دير رجع مرة ما جات. مزيان بداك القوة ديالك الملك ملي شاف الرقية كتعطي القوة ولا الراس واليد ما كتحكمش فيهم ولا كيقلب فين يتخبى فين في الشمال. دائما كنشوفوا أن الشمال هو اللي كنشوفوا فعلا من الراس للرجلين ولا التعب. لكن لما بديت بآية الملك والخطاب الملك كبير لأول مرة غتولي حتى اليمين عندها مشكل. طاحت اليمين ومشات لهنا تخبعات هنا صافي كيقول الإسلام تخبعوا اي طاقه ايجابيه شي حاجه بالخير ما بغيتهاش. انا ملك كبير بحال صافي جات الحرب تعم
جميع الديانات اللي عندي في البدن، ما تقولش لي هذه كنيسه ولا مسجد، جا العدو خص علينا كاملين، فهمتي؟ لان القوه عنده هو، فهمتي كيفاش؟ الكليه تضع تحالف معي وادي الحرب على الجميع، قوه لغه الحروب، فهمتي كيف؟ هذا هو اللي كنتعامل بها. فهنا كيبان ان فعلا الملك وعنده الجنود. ثم لما بدينا في الجيل المسلم راه بدا كيترفع التوحيد وكيطيح في الشمال، داير انهم كاين ولاو كيغفلوه باغين يبينوا الاسلام. هي باش انت دابا كتشوف انت كدمع وكتبكي، فهمتي؟ اذا الامور واضحه، عندك شيطان ماسوني ملك عنده الجنود للتعطيك شيء والذله، هذا هو السر. علاش ولما جيت للصلاه تاثر اكثر؟ لانه يكره امر الصلاه والتوحيد. ما ارتحيت تحبس الصلاه واحد المده شي سيمانات؟ مساله عاديه. شوف الامور سهله، انا نقول لك الحاله سهله جدا، ما فيها كاع التعقيد نهائيا. كاين فئه مسلمه مغلوبه اخرى، وكاين ملك شيطان. انت باغي تفهم والو في هادشي، اتبع نقول لك المقاطع اللي غتصنت ليها، وغتجي عند المساعد نقول شي يعمل معاك، وغتجي عند الجلسه نحيد المشكل صافي. فوقاش الجلسه؟ ممكن اليوم. شنو اليوم؟ اليوم خميس. خميس تجي نهار السبت صافي. غير جاي عندي واحد القرايه هنايا كنساليها السبت جوايا السبعه، تكون ساليتي انت السته العشيه السبعه. ماش كتسالي انت؟ نسالي مع ديك السته السبعه العشيه، نقدروا نديرو السبت. اثنين هذا جاي من خويه. ما تخويش، خدم على راسك على راسك، تخوي لك ساعتين في الصباح نجي ان شاء الله. صافي تسناني تكلم السيد صافي ان شاء الله. ماشي مشكل. واش الحل؟ ان شاء الله يكون الحل باذن الله، بيقين في الله 100%. سير تخ ما النيده اللي قالت لي لا ما تخافش صافي سير ما ندمش. لا سير الله يسخر، ما انا ماشي مشكل. انا غير شخص ليك، ما دخلش معاك في السخون. انا شخص بغيت نبين لي ان انت كبير وواعر، حنا بشويه وصلنا لك، فهمتي؟ حنا غادي مع غير بالعقل، باش الحرب النفسيه هي مهمه في العلاج. ماشي مشكل. والطريقه ديالك بوحدها. بارك الله فيك. والله الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك. الشباب كيستشعر الفهم والفن العقليه بطريقة بوحدها، طريقتي بوحدها يعني مميزه الحمد لله. شوف والله العظيم خاصنا غير نكونوا في النفسيه ديالنا ومرتاحين، نتفنوا مع الناس. هذا نقول لكم عاونوا المعالج انه يكون في راحته صافي. هادشي اللي طيب. نعم اختي، باقي مع الناس واحد 5 دقائق، انا نتكلم معاهم وجيب لي شي قهوه اخرى باش نتكلم مع العائله الاخرى. طيب كيبقاو فيك الناس صراحة شباب، لأن يقدر يكون أنت في بلاصتو، يكون أبنائك، عائلتك، يقدر يكون خوتك، يبقاو فيك شباب صراحة، يكون شباب ما شاء الله جميل أنيق، باين عليه مؤدب وسيم، لكن للأسف الحاقدين والمغرضين والكفرة الفجرة والظالمين مكيخليوش الناس يعيشو مزيان، للأسف مكيخليوش الناس يعيشو مزيان، كيبغيو يدمرو الكفاءات والقدرات والسعادة. شنو ذنبه هو؟ ما مسكين ما قبل ما أخر، لكن الظالم صلى أو الظالم سلطوا عليه ما سلطوا، لكن كان ملك. لهذا أقول لكم يا إخواني، الإشارات مهمة، الفهم مهم، التركيز مهم، التحقيق مهم، يكون يعطيك 70% ديال العلاج، فهمها مني. هو قال واحد كما قال لك، أنا اللي فيا ما كيتأثر إلا بالصراخ، أنا ما صرختش. أحيانا فعلا حتى يكون منصف، القوة الإلقاء مهمة، التكرار والسرعة مهم، رفع الصوت يكون مهم، دبدبات هذه الكلمات قوية مهمة لها تأثير، نعم هذا نؤمن بها هذا بفضل الله، لكن ليس دائما. كل حالة وما يناسبها، كل حالة ما يناسب زيد لا يناسب عبيد، كل واحد ما يناسب فضيلته، سواء وعظا إلقاء حمدا ثناء شكرا ترغيبا ترهيبا قوة إذعانا حرب نفسية لا رحمة وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى الشفاء لنا ولكل المرضى ولكل الشباب. أنا كنقولها وكنكررها، ارحموا الشباب، سواء الشابات يعني ذكور وإناث، ارحموهم، لأن الله العظيم قد يكون فيهم ما فيهم ولا يعلمون. الضغط النفسي، التعطيل في كل شيء، المشاكل الأسرية، اللعين والحسد، السحر الموروث، الشياطين، الجان، وهو لا يعلم كل هذه الأمور تحيط به.
هذا الحمد لله بفضل الله تعالى من الله عليه بأسرة أو بأم أو بأسباب جعلته يفقه، لكن الناس لا يفقهون إلى الآن، مفهوم؟ فلهذا وجب أن نرحم الشباب حتى لا يضيعوا بين أيدينا، حتى لا يضيعوا من أبائهم وأمهاتهم وأسرهم. الله العظيم نصيحة من القلب. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إن شاء الله نستقبل حالا إن شاء الله الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.